مساكم الله بالخير. بتكلم اليوم عن برنامج اللايت روم. البرنامج هذا سويت فيه اغلب الصور الاخيره بحسابي، فبوريكم الحين بالضبط شنو قاعد اسوي عشان اخلي الصوره تصير احلى. تشوفون تحت عندي هني شكل الكاميرا، واليسار اللي هو صوره عليها زائد يعني الالبوم، نقدر نضيف صوره من الالبوم. فخلونا ننزل نختار مثلا صوره من الصور اللي ابيها. عندي هذه صورة مثلا، هذه الصورة مثلا بعدل عليها. اول شيء راح اسويه من افتح البرنامج واحط الصورة اللي هو الكروب، تشوفون هذا المربع اللي عليه سهمين مثل ما شفتوا تحت على اليسار اللي هو ثالث واحد. بعدين راح نضغط المربعات الثلاث اللي على اليسار، اول واحد نختار مثلا ابيها حق ستوري، خلاص الحجم هذا 9x16 للستوري. شوفوا نختار الزاوية اللي نبيها، مثلا أبي هذه الزاوية، راح أضغط على الصح اللي تحت يمين. وبعدين راح أروح آخر شيء حق البريسيت، راح أضغط عليها راح يعطيني أكثر من فلتر، هذا الفلتر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، كل هذول الفلاتر. وفوق هذا عندنا لما نضغط على كلمة كرياتيف راح يعطينا ألوان ثانية وفلاتر ثانية، فلاتر اللايت روم خيالية صراحة. فحق الناس اللي يبون الأبيض والأسود عندكم بعد، فأنا أحب مثلا كرياتيف، أختار الفلتر اللي أبي، هذا مثلا حلو ألوانه، أو الوارم كونتراست هم حلو. فخلوني أوريكم شلون بالضبط قاعد أسوي صوري. بعد ما اخترنا الكروب، بعدين اخترنا البريسيت نفس ما قلت لكم، بوريكم الحين وين نروح. نروح على طول حق الإفكت، شوفون صار عليها تحت خط أزرق. كلاريتي نزيد شوي من تفاصيل الصورة، ديهيز ننزل شوي من الإضاءة، عندنا هني اللايت نضيف الكونتراست زيادة، ننزل الهايلايت، نصعد الشادو، الوايت نزيده، الكالرز نقدر عاد بالكالرز نختار. تشوفون اللي فوق هذه ميكس، نضغط عليها راح نقدر نختار كل لون موجود بالصورة. مثلا الأخضر لما تشوفون، شوف الشجر شلون قاعد يصير معي، تشوفون نقدر نزيد وننقص بالألوان، فتقدرون تختارون اللون اللي تبونه وشلون تعدلون عليها الصورة قبل. لما نضغط ضغطة مطولة على الصورة يوريكم الصورة قبل وبعد، قبل وبعد. نضغط على الديتيل الشاربنينج، نضغط نضيفها شوي، ليش؟ هذه تحدد كل تفاصيل الصورة، نزيد شوي من الديتيلز وكل شيء بالصورة. تشوفون قبل وبعد، نضغط الصح تنزل عندنا الصورة هني. شلون نحفظها؟ تشوفون فوق عندنا ثلاث على اليمين، مو ثلاث نقط ولا الكلاود هذه اللي عليها صح، لا ثالثة هذه البوكس اللي فيها سهم، نضغط عليها save to camera roll، نضغط على save to camera roll. هني يقول لك حجم الصورة لما تحفظونها، تطقون الثانية هذه اللي هي maximum available، تشوفون نضغط عليها سيفت عندنا الصورة وبس. شو رايكم؟